كأن البروفيسور لانغ كان يستلهم عبارة كاشفة أخرى نشرها قبل 100 عام الكاتب مصطفى صادق الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية المنشور في عام 1912، يقول فيها: إن في ذكر الآيات الكونية والعلمية في القرآن دليلاً على إعجاز آخر، فهو بذلك يومئ إلى أن الزمن متجه في سيره إلى الجهة العلمية القائمة على البحث والدليل، وأن الإنسانية ذاهبة في أرقى عصورها إلى هذا المذهب، وأن الدين سيكون عقلياً. ألسنا نعيش هنا والآن بعد 100 عام من نبوءة الرافعي ذلك العصر العلمي الذهبي؟